وصلت سيارة BMW i8 2015 الجديدة إلى مدينة الرياض، وتم التقاط فيديو لها وهي تسير إلى وكالة BMW. وزودت سيارة الرياضية الهجينة i8 بمحركين، الأول يعمل على البنزين موجود في الخلف، مكون من 3 أسطوانات سعة 1.5 لتر مع شاحن توربيني مزود يولد قوة 231 حصانا. أما المحرك الثاني فيعمل على الكهرباء موجود في الأمام ويولد قوة 131 حصانا، وينقل قوته إلى المحور الأمامي ليبلغ إجمالي قوة سيارة i8 قرابة 362 حصانا.